دلوقتي هنعمل وصفتنا الحلوة للنهاردة، وهي بودنج الشوكولاتة القابلة للدهن، اللي هي طبعا بنقدر نعمل منها سندوتشات دي. فالوصفة دي عشان نعملها عايزين كوبايتين لبن، وعايزين 3/4 كوباية شوكولاتة قابلة للدهن، 2 معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة فانيليا. دي الوصفة نفسها. الوصف اللي هنحطه على الوش بقى كريمة مخفوقة وكروكان بندق للوش. طبعا تقدروا تعملوا، تحطوا لوز، تحطوا اللي انتوا عايزينه، بس انا حطيت البندق على اساس ان هو موجود جوه الشوكولاته بتاعتنا. طيب دلوقتي الوصفه بتاعتنا دي علشان نعملها عايزين برضو مضرب سلك. هناخد اللبن اللي عندنا، هنحط اللبن تقريبا كله هنا الا شويه صغيرين هنخليهم ندوب فيهم النشا، الفانيليا والشوكولاته. وكل ده هنحطه على النار، بس يبتدي يسخن هنحط عليه النشا اللي متدوبة في شوية اللبن اللي خليناهم بره. ده كده خليه هنا، وخلينا نروح للنشا اللي عندنا نحطها على شوية اللبن دول ونقلب لغاية ما نتأكد ان هو داب كويس. طبعا النشا ما بينزلش خالص على اي حاجة سخنة، يا اما هيكلكع، لازم ننزله على حاجة باردة وبعدين ننزل بيه على السخن بعد ما نكون دوبناه كويس جدا. تمام كده. نروح بقى نشوف اخبار ده ايه. سريع لذيذ، مكوناته بسيطة، مفيهوش مكونات كتير. بس يسخن هنروح عاملين ايه؟ حاطين النشا واللبن اللي عندنا، لان لو حطيناه من الاول النشا هنضطر من اول الطبخة او من اول ما نحطه على النار ان احنا نفضل نقلب نقلب نقلب، بس لما بنحطه في الاخر بننط الخطوه ان احنا لازم نفضل نقلب طول الوقت. الوصفه دي بتاعت الصوص دي تبقى ممتازه كمان مع الشيبس، يعني شيبس كده وتاكلوها حاجه لطيفه جدا. طيب هنا عندنا ابتدت تسخن اهي، والشوكولاته ابتدت تدوب. تمام، هناخد بقى دلوقتي اللبن والنشا اللي عندنا وننزل بيها هنا بقى مع التقليب المستمر. دوقوها لو حسيتوا ان هي سكرها، طبعا السكر دي ذوق نسبي، لو حسيتوا ان السكر بتاعها قليل بالنسبه لكم زودوا لها شويه سكر. هنقلب بقى شويه كده، هنبتدي نلاقيها دلوقتي ابتدت تتخن. شايفين ازاي ابتدت تتخن معانا اهي؟ لازم نقلب بقى كويس عشان خاطر ما تكلكعش مننا. شايفين بقى القوام الكريمي الجميل ده؟ شوفوا، خلاص هطفي النار. شوفوا قد ايه قوامها حلو وزي الكريمه بالظبط. عايزين بقى تحطوها في كوبايات كبيره، عايزين تحطوها في كوبايات صغيره، عايزين تعملوا بيها ايه زي ما تحبوا.
هناخدها بقى دلوقتي، هنستنى بس تبرد شوية وبعدين هندخلها على التلاجة لغاية ما تبرد خالص. وزي ما قلنا الكوبايات زي ما تحبوا بتحطوا لها الكوباية اللي انتوا عايزينها. كده نبقى خلصنا الوصفة التانية بتاعتنا للنهارده.